ميكرو فريد على قناه انفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا كنتواجدوا بموسم ديال التبوريده ديال المديونه، سولنا الناس كي جاهم هذا الموسم. الا بغيتي تعرفوا كي جاهم هذا الموسم اجيو معايا. خويا التنظيم ما بيش عادي، تنظيم بحال اي موسم، مازال ما بداش الى الله. هذا النهار الاول ديالو مازال ما عرفناش شنو غيديروا كاع، وهادي دابا تقريبا شي 3 سنين ولا 4 سنين ما عمرش مع كورونا، مع شي 3 سنين دابا تقريبا ما الى الله رجع دابا. لا لا ما عنديش ما تبوري دابا، ما عندكش ما تبوري دابا بزاف. لا تعجبني الخيل انا، واخا ما عجبت التبوريده تعجبني الخيل تنتفرج فيه. الكلمه اللي تتكون انا تنبغي هذاك الشيء تكون متحدين، حاجه واحده التخريجه ديال البارود هي اللي تعجبني انا. هو اليوم الاول اللي في الافتتاح، ان شاء الله غادي تكون افتتاح زوين في المستوى، والسلطات قايمه بالواجبات اللي عليها، والحمد لله حنايا فهمتيني كيتكلاصا هذا الموسم ديال المديونه احسن موسم كيتكلاصا من الاوائل اللي في الجهات فهمتيني، من ناحيه التنظيم، من ناحيه الثربات، من ناحيه فهمتيني رجال الامن قايمين بهذاك الشيء اللي عليهم. الحمد لله حنايا كتواجدوا معنا، انتم كتشوفوا الخيل كي دايرين، كل عام كنجي ليه راه هو فهمتيني من الاوائل ديال الجهات اللي كيكونوا في المغرب كامل، من اقدم الموسمات مديونه براسها، راه قبل من كازا، قبل من الدروه فهمتيني، مديونه راه لها تاريخ، كانوا كيدوزوا موسم اخويا كيدوز مزيان في مديونه، من ناحيه التنظيم، من ناحيه القاع، من ناحيه الصداع ما تيوقع صداع ما والو، كل عام تيدوز مزيان تقريبا. احسن موسم هو هذا اللي تنشوفو انا، تيدوز انا في مديونه تيدوز منظم مزيان، واقفين فيه الناس وكذا، كاين السلطه كثيره. الصربه تعجبك ملي تكون غاديه مقاده الخيل، هذيك هي اللي تعجبني فيها انا، تكون غاديه الخيل غاديه مقاده مع بعضيات، هذيك هي الصربه عندي زوينه انا، والقرصه تكون مغيزه. المديونه اخويا حنا مسلمين وطالبين تسليم، اسم زوين وكل عام كنجيو ليه، وهاد العام جبت معايا نيت الوليدات يشوفون ترزق الله، وكاينين الناس تبارك الله هنايا بالحق يتقال الاحترام، وكاين المخزن حتى هو لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى هو خدام خدمته والنظام، كاين النظام تبارك الله، كاين واحد الفرق، كاين واحد الفرق. بعدا اش غادي نقول لك، بنادم غادي وكيتقدم والمخزن غادي وكيزير مزيان على حسب باش كل يعيش على خاطره فهمتيني، ضروري يكون المخزن باش كيكون شويه ديال النظام. يعني مولوعين بالسفر، انا وليد كندي معايا حتى الوليدات ونمشي نترزق الله، وكيعجبوني حتى انا الخير، واخا كندير المواسم وبحال اول مره كنجي للموسم، واخا كندير المواسم ونعاود عزيز عليا نشوف الخير ونشوف بزاف. واش نقول لك، هذه هي اللي بغيت نقول لك، العاده ديالنا حنا المغرب، العاده ديال المغربيه هذه، مغربنا زين والحمد لله. الشي كلمه هذيك ديال قاد العود، قاد العود، انا وليت كنقول لولدي قاد العود.